نكمل السؤال. انت قلت منطقتنا منطقة الشرق الاوسط، يعني قدر منطقة الشرق الاوسط او منطقتنا اللي احنا عايشين فيها ان هي منطقة هامة جدا جدا، هي تقع في قلب العالم القديم والجديد، ومصر تقع في قلب القلب بالمناسبة يعني. فطبعا يعني هي منطقة يعني لها أهمية جيوسياسية كبيرة جدا جدا، فيها ثروات ومقدرات هائلة. وشوفوا حجم البترول اللي طلع على مدى 60 سنة اللي فاتوا، وعلى مدى السنين اللي جاية حجمه قد إيه، حجم كبير أوي أوي. فده طبعا يعني أحد يعني المطالب اللي بتبقى موجودة للسيطرة عليها. يبقى إذا أهمية المنطقة اللي تقع في قلب العالم زي ما قلت كده، ثم الموارد اللي موجودة فيها، ثم هي برضو حجم القوى البشرية اللي موجودة فيها. آخر نقطة في النقطة ديت، أو آخر يعني حاجة بتسبب ما نحن فيه، هو الصراعات الأيديولوجية اللي كانت موجودة فيها واللي مرت بيها حتى خلال السنين اللي فاتت كلها، سواء كان فترة القومية العربية والناصرية. فهذا الأمر مع دلوقتي يعني ما يسمى بقى بالفكر اللي هو الفكر الديني المتطرف، هو ده مخلي المنطقة يعني مضطربة. وزاد اضطرابها بأن الدول اللي موجودة يعني اللي كان جسم، كان جسم منطقتنا العربية جسم، كل جسم في كل دولة منه تشكل جزء من هذا الجسم. لما كانت الدول دي موجودة كلها متماسكة خلاص، كان يعني منعتها قوية. لما حصل اللي حصل في العراق، سوريا، ليبيا، الصومال، اليمن، ومحاولة اللي حصل في مصر، كل ده كان بالمناسبة. اوعى تفتكر لما بقول ان مصر دي لو حصل لها حاجه المنطقه دي كلها هتروح ان انا ببالغ. لا لا لا، مصر لو راحت المنطقه دي كلها تروح بظروفنا الاقتصاديه الصعبه. اه الموضوع مش اقتصاد بس، حاجات كتير مع بعض كده. فنرجع تاني اقول ان ده كله خلى الجسم العربي او الجسم في منطقه الشرق الاوسط جسم ضعيف. طبعا في يعني موضوعات اخرى او نقاط اخرى ممكن نتكلم فيها، زي القضايا الكبيره اللي موجوده في هذه المنطقه، زي القضيه الفلسطينيه وتاخر حلها لغايه دلوقتي، وكلام كتير يتقال في هذا الموضوع.